تسلم حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد إيريك جيروتيلن سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير يوم أمس. وقد أشاد جلالته حفظه الله خلال اللقاء بأواصر علاقات الشراكة الاستراتيجية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، والحرص المتبادل على دعمها والارتقاء بها في مختلف جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس الفرنسي على جهوده واهتمامه وحرصه على توثيق علاقات الصداقة المتميزة وتطوير مسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك الوثيق مع مملكة البحرين، منوها بالدور الفاعل للجمهورية الفرنسية وإسهاماتها الطيبة مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والعالم أيضاً.